وأوفقكم بكل خير. في ليلة الوفاء من أهل الوفاء لرجل الوفاء الذي كان وفي لدينه ومليكه ووطنه وفنه وكل من ينتمي إلى هذا الفن العريق، نحتفل وإياكم هذا المساء بالفنان العالمي التشكيلي رسام الملوك والذي يعد رائدا من رواد الفن التشكيلي في السعودية، أثرى الفن التشكيلي بالكثير من أعمال مميزة ويسعى دائما إلى دعم المواهب الشابة وتنظيم المعارض الفنية لهم، إنه الفنان هشام بن جابر. مساء الخير للجميع. والدي الكبير أستاذ هشام بن جابر وصديقنا العزيز هو زعيم الفنية أستاذ طه صبان وأخي الحبيب الوفي أستاذ محمد أصبيح، أصحاب السعادة جميعا، الحضور الكريم، الزملاء والزميلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا وبعد كل شيء. لا بد أن أعبر عن سعادتي باجتماعكم في بيتكم نادي جدة الأدبي، ثم لا بد أيضا أن أؤكد على أمر حقيقي في نادي جدة الأدبي، وهو أننا لا نكرر، فالذي يحضر في النادي هو الذي كرمنا وهو الذي قدم لنا، والأستاذ هشام بن جابي في طليعة هؤلاء احتضننا بأخلاقه وربما أيضا ساعدنا وساندنا وساهم معنا في أنه حمل جزءا كبيرا جدا من الإبر في الجانب الفني لكل من يروم هذا الاتجاه وهذا الفن. يسعدني جدا 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 العلاقات الإنسانية التي لمت بمجموعة من الأحبة
المجموعة من الأصدقاء في النادي الأدبي الثقافي، النادي الذي يقدم الكثير والكثير لأبنائه وبمحبة شديدة، ويعني لا أملك من الكلمات ما تسعدني في هذه الليلة المباركة. وشكرا لسعادة الدكتور عبد الله عويقل السلمي والمجموعة وخير الله الزربان قام بجهد كبير، والدكتور عصام عسيري ناتج عن حب عن تقدير، فشكرا لهم وجزاكم الله خير. أولا أنا متواجد في نادي جدة الأدبي بالتعاون مع شراكة وتوأمة تعودنا عليها من جمعية الثقافة والفنون. عندما يتقابل البروفيسور عبد الله السلمي، الدكتور عبد الله السلمي، والأستاذ القدير الجميل الرائع عاشق وحاضر لكل الفنانين، الأستاذ الغالي الشاعر محمد الصبيح، الدكتور جمعان الغامدي، هذه الليلة هذه الاحتفائية بالعالمي السعودي الرائد من رواد الحركة التشكيلية المبدع هشام بن جابي، نحن إذن في ليلة احتفائية لهذا الرائد، احتفائية لهذا العالمي، احتفائية لهذا الرسام، احتفائية لهذه الريشة التي برز فيها الرائد والعالمي هشام بن جابي ليبدي لنا جمال مدينة جدة، ليبدي لنا نعرف معنى كلمة جدة غير. شكرا للنادي، شكرا لجمعية الثقافة والفنون، شكرا لهذه التوأمة في الثقافة في الفنون في الأدب. ليت وقد كتبتها في عدة كتابات، نتمنى أن تكون هذه الشراكة موجودة في كل الأندية الأدبية، في كل جمعيات الثقافة والفنون، نموذج مشرف للنادي الأدبي، لجمعية الثقافة والفنون، للفنون، للبروف الدكتور عبد الله السلمي، الأستاذ والشاعر محمد آل صبيع، عملوا توأمة ثقافية، أصبح الكل يشير إلى إبراز جماليات وفنون النادي الأدبي وجمعية الثقافة والفنون. الحقيقة من كثر المبدعين في النادي الأدبي وجمعية الثقافة والفنون لا نستطيع أن نملك إلا أن نقول شكرا لكم، وكل عام وأنتم أسف أو أنتم بخير. شكرا لك أستاذ حسن علوي، هذا القائد وهذا الذي نقل كل إبداعات مدينة جدة وبالأخص فنون وثقافة جدة إلى كل الفنانين كل الإعلاميين. شكرا لكم أن هديتمونا هشام بن جابي.